يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بالتجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى التجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بالتجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى التجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الأرض بإرادته، وضح الأرض بمشيئته، ورفع السماء بقدرته، واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. الحمد لله، الحمد لله، سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له البحار وأسماكها، وسبحت له الأنهار وحيتانها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له الأشجار وأثمارها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الصحة والمعافاة. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على السراج المنير والبشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه.
الذي جاءنا بالقرآن كشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. ولله ذرء القائل أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن صدرت كل البرية أصدرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبرا، وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تبدح الورى. أما بعد، المعلمين الأجلاء، أيها الضيوف الكرام، الإخوان الطلبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية لو رفعت إلى السماء لكانت السماء منيرا، ولو نزلت إلى الأرض لكانت الأرض خضرا مختضرا، ولو أدخل في البحر لصارت المياه البحر السائق سلسبيلا. تحية العضر فاح العضرها معنا الذات فلق الصبح، تحية تزول الحقد في الحسد والبغضاء وتغرس بيننا الثقة والمحبة. تحية أوسع من البحار وأبيض من لبن وأضيب من المسك. تحية أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها البركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية المباركة إلى سبحانه وتعالى يا مهضلة اسكوما كاني قوتا بركة السن إنه الشرف إن كتاب كيسا أنا سبوتين أرددا القرآن قال جبسي ملاها صبحي إلى سبحانه وتعالى كتاب كيسا دم إستينا أن سبوتينه وحفلة هذه ترنتي وقالية ما توبش تاريخ تاي لو لا تبش الزيادة لو كان صالح تومك حفل أفر إن حفلة داس أركا إنسان حفلة دا كذا شد كل وأي حفلة لفريسو واتي وش فري وش شرف الندويان هذا وحفلة حنقو فرينا قرآن كا كريم كا اللي قال نجمينا أيو أو لكن نو أخريو محمد فؤاد بر فليتفضل مشكورا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، سمعت يا قرآني تسرى، تؤز نفسي فسبحان من أسرى، تحنت بك الدنيا فأشرق صبحها، فصرنا ربوع الكون نملو الأجرى. ولكن إن الله سبحانه وتعالى قرآنك ميسانك حسن أقدره إن رب سبحانه وتعالى نوافعه إنت قد أشد كل يحفظه نوب بالأمة إساء وحانا خب بالأمة إنه ودي بينا وحفظه إنه استفتاح دونا ما ملك مدرسة الشيخ أبو بكر ما موسى دي روح للصين ما قعنا له يالي ما صبيها ضد درجة سرع عيد ملكية إسو قفا مدوم ملك الله تحاية لغم أبو الصوداية إنو يهي متكي معلن اه انا مرن كنت تاغنين ميسان كو ويني هو مرغن نو نقوي مان كي وخه كوريا مسخد اوغوبي ملايين قفو سو سارا او وا مرايده فليتفضل مشكورا وماجونا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وهو كتاب الله وسنتي. فصلوات ربي والتسليمات عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى هديهم وسلك على طريقهم. وليال آدي آدانو إنكم ما أنتقى يؤدي آدوكو فرحسن وحوياً ما أنتقى وحوياً على كان جوغنو حفلة داسي ما أنتقى الجميل تدفع ترابعة مدرسة أبو بكر صديق حدنا واحد نقتل المامو وحي كتال لحفلة شدير ومقعيقونا ومدرسة أبو بكر صديق مساجد كتال أنا وحوياً مساجد أبو بكر صديق معالني كدقان أبو بكر صديق مقع عصد حام بيلي ذا يوصاس كوغل لبان مركاسي نو اسكول أبو بكر صديق هنا انتانا ودور شي لها يوصل دورتون مقعيقون مساجد كوريا لقيا با مساجدكم نيجا دنبيه ولا جايبا متهدو نيجا دنبيه سادنا إذا دون شيء لا هو يانو مركب ميلا سكوي ما إنه ميلا كمان إنه حفلة أو كلام ماس ميلا معلم تسكوي ما نجمع تهودا وحلقو كان تام مقع متردي لهيد سدح مقع سكوت توسن مكر أبو بكر صديق إيه مساجد أبو بكر صديق إيه أبو بكر صديق مدير كي يجي يا يرادين مركب أنت سنة وإله ما أدري الحمد لله رب العالمين مركب وحويان تبعدنا تيا فراد ويان ويك كل جميعنا يان سقالي يتبون قف أو تمر يركس جوجيرا كوبية تمرقة إيه مركزي سيدية تمرة وأنا إلهي مادي مركز وحويان انتاس يضع أي تاي مركز وحويان بس تقابك وشكسي وحي رادان كتل مامو وحويان وحي فرنتا يقلن كوري تضبط بورا يلا صوق لها إلا يوحي كل وجري يا كوبية تمرقة بركة يلا قبها قلن تنبانا وحي فرنتا هاي إلا مركز سيدية دو كلاي مسلا بسلو يكانو إلا يمقر أركيسة فرنتا هاي تذكر إذا مركز وحويان تادي يرير أو إمي كابيل أو هاي يدد وعوين با أو دحاء يدد وعوين أو هرم با ويجيران مركز وحويان سيدا كلنا واحد تايم تسدو مسكين عاوي أي الله يقانا أو تذكر مساكين تا أي عاوسا يا عقوم هاي أدوك بني لا لباتن عقون أي كوجرو أو وحب بلا إيش لوكو دكا مركز مجا عيك كلنا وحويان مسكين عاوي أي الله يقانا أو تذكر مساكين تا أي غرغر تا عاوسا أو مركز أي سود ويسا مركز إن شاء الله تعالى سيدا مركز جين كهاره حسدا بها daw quraanka marka laga baxo ruurti laga baxo subaxba la galaa kadib subax marka la galaana hadana qalin waxa jirta safar dal ugu qoro marka xaga farta hingaada inta marka laga baxo waxa jirta markaasii maalmaha ayaa kala qaybsan oo saddexda maalmood ugu markaasii kaga bisan yahay sabtida iyo axada iyo isniinta saddexda subax socodta subax la socda iyo buuga markaasii hingaada maalinta salaasada iyo maalinta markaasii arbacadana kutub lagu daraa sida kitaabka xusuus masjid oo kale kutaabka markaas maxaa ku dhadaayay tuhfatul atfal ko qayba iyo markaas maxaa ku dhadaayay kitaabka seerada ayaa lagu daraa markaas oo yadna la socota marka waxa jirta ku asar horti weeyaan kuwa galiin damana saaka dadka weeyaan iyaguna kitaabka xusuus markay soo galaan doorkii soo galaan ee casi ka baxaan waxay sameeyaan saddexda maalmo ugu horeysa sabtida iyo axada iyo isniinta iyo markaas intaas waxay noqonayaan kutubti waxay dhigtaan quraankii iyo markaas waxa weeyaan allahumma salli ala muhammad ee quraanka umba subcinayaan cashirkiisa kala akhrintiisa saddexda ka labada kala soo hadhayna kutub baa loo dhex geliyaa marka kutubtaas socota waxaan ku roono kale ilaahay nagu caawiyay masaajid ay ku dhex taala xagga salaadaha ayaa lagu ilaaliyaa waqti salaada lagu ilaaliyaa kuwa gelin daba soo gala waxay sameeyaan markaas salaada ayaa lagu ilaaliyaa oo salaada duhur iyo markaas salaada casarba way tukanayaan haddii la yiraahdo iyo maghribka si gaar ah lagu ilaaliyaa marka waa masaajidkuna waxa weeyaan tarbiyadii buu ku qaadanayaa qofkii raggii aad ugu fiican yahay tumarka iyo dalka masaajid ku tukanaan la madrasi ku tukanaan laakiin raggu waxay ku tukanayaan masaajidkii iyagoo marka balcadoodii xidhan oo safka oo labaad sima oo aad dadka ay markaad ka yihiin marka arka markaas ku tukada masaajidkii shahidinta ay markaad ka yihiin oo aad arkaana tarbiyada islaamkii iyo hayiga islaamkii iyo ku dhaqanka islaamka sida loola jaanqaadi lahaa laga wado masaajidka kolkaad kutubka socota jirta ay ku taxan yihiin iyaguna ay ku taxan yihiin dadka dhameeyay ay ku taxmaan iyo jira markaas insha allah taala yadna halkaas aan nimcay laga kula kulmaa taana waa mid marka iyadoo markaas marka maanta dafcadan ay tii afraad tahay dhowr dafcado kala soo saddex kala soo maray saddex aa kala dhawaa ku qabanay masaajidkii maanta bar waxaan dhimaadaa inta way ka yaraayeen ka koobnaayeen ugu badnaan ku soo dhawaa ayaa waxay gaareen 8 ama 9 meelahaas ayay gaareen
كون مانتا يكو سغالي طبان كاقف ايان اري هنكا بدلنا بالمساج كيو بالهوتيل انجينو هوتيل كنوغوري مانتا اي نقطي وانك عارك ان جوك سوب ونكسيني هاي ونكسيني هاي تي وحا ويان ان شاء الله تعالى مارك نوغوري سيان هوتيل اني مادنا ويان وحا ويان ان شاء الله تعالى وحا نوصد وطا مانتا نقو دوراني بل ها سوارتين وحا واليين هايان وكالي مساج كو بلاكي ديراتان مادنا مانتا وحا ويان هاد فربدنتين ayaan idi baraya markaas ayay ahayd ilaahayna uu nagu maadiyo uu nagu soo nagu suurtageliyay marka insha Allah ta'ala waxa kalo marka jirta in ardada iyo waalidiintuba iyo macallinku ba isku xiran yihiin oo waliba si gaar ah waxaan u tahanid u diraya dadka si gaar ah macallinka ugu xiran awlaadoodu ka duwan tahay awlaada kale marka oo xaga marka waxa ku leeyahay ilmahan xilligu imanayo iyo markaas waxa ku dhadaayay bal cadaysu yahay iyo waxaan ku dhadaas u diyaarsan yahay cashirkiisu waadka kula socday marka la socda macallinka ilaa ilmaha yar waxay dadku kuma maahi jireen afar shay wax ku barta quraanka arday qeyla dheer ayaa lagu bartaa inuu arday qeyla dheeraado koow een hooyo kalkaalisa markaas oo iyo kalkaalisa oo yidna wakaas ka cayo oo diyaar galeysa iyo aabo qura oo wuxuu heli kara asagana arday ka bixiya arday ka bixiya iyo marka qalin farweyn bay oranjeen qalin farweyn oo qaran kadka lagu qor jiray afarta uu heli marka qofkaasi oo aabihi ba marka soo qalkaalinaya marka uu ka duunanaya ardaygaas ardayda kale ka duunanaya marka waxa weeyaan in ilmihiira laga warhayo oo macallinka lambarkiisa lahayo oo xilligu soo galay xilligu magnaado bal kale ogaado ayaa muhiimad u tahay dadka marka qalin jabiyeen waxaan ugu daadiyeen ugu salaamayaa ugu taaneenaya kitaabkaas maanta waxa weey iridisan taaganahay inay hore ka soo dhaqaajiyaan oo cilmiga hore ka soo wadaan talaabo dheer imka talaabada koobeed ay qaadaan ay ku sii daraan oo ay kutubta hore u sii dhaxgalaan insha Allah ta'ala ayaan ka rajaynayaa een ardayda dhana markaas waxa weeyaan iyagana ku guwaabinayaa dhamaantood inay kitaabka Ilaahay wala qabsadaan oo ay marka insha Allah ta'ala dadaalka halka laga sii wado ardayda ilmiga kala jeebisayna inay markaas maxaa ku dhadaayay ay sii wadaan oo ayna tuurin kitaabka halka kaga dhaqaaqin oo ay subciisi iyo maxaa ku dhadaayay markaas culuntiisi kala u sii galaan culum badan buu quraanku leeyahay hay u sii galaan oo ay inay guntiisi kaga dhigaan oo sidee markaas mar uga dhalin lahayna hay u dadaalaan in kaba sar u dadaalaan u dhameystireen haddana ay u sii kamilaan wixii kale ka harsanaya qaybihiisa marka insha Allah ta'ala saasa u shaqaysaa madrasadu waxaan oodanaynaa markaas bulshada wax weyn ku soo kordhinaysa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa sanad dambe iyo waqti dambe yarar ka yar iyo kuwa imika soo baxayba inay umada hoggaamiyaan insha Allah ta'ala talaabo u qaadaan horumar ah marka insha Allah ta'ala kulli wadarka san bilheega inaan agtaagnaano oo taageerno oo markaas ducayna kuwana ayaan niga rajaynayaa hadalkayga ugu dheeraaday wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عنكو آدو ما سي هاي أو هذا الكاس يمدرس دو حي قبطو انت بو نقدر جيي معنا كذا شيد وحنو يارينا ونو ديبينا مقرفونكا معنا كينا قالقا أما الشيخينا وفرديا شيخ يوسف حفظه الله ورعاه العلماء وما أدراك ما العلماء العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم الأستاذ شيخ يوسف ليتفضل مشكورا وماتورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الحفل الكريم وأيها الحضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحد مانت شرف النوع وإلهي سبحانه وتعالى إنه كرابيي إنه نكسو قيب اللي حفلة بركي سنة والله شرفنا يو وبتكينا يا عرورتنا دميسي
كتابك إلهي سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره لما يجي معجزة الربانية وإلهي سبحانه وتعالى إنه سوتجيه لما يجي مركز ولا ليال حفلة ليس هو ما دو توقف فضل بدن بين جوجنا إلهي درادي هنولن يونو كتابك إلهينا كشر فينا إنه ألن يونو دي رجالين أينو كدي رجال إنه أردتنا يعرورتنا قرآن كدما يسي تاسب أولن يونينا أجر بينك هلينا أن مرلبات وحن آدي آد أن وسوع جديد يا مهدعلين يبقادين هو يوين كشرفت له إلهيها كراميو إلهيها النوري عرورتو ذا قرب تاغن مركز تقرب جوغا سادو عرقتان هو يوم بالله سعوت عرورتي إذا قرب جوغتا إذا ديري قليسا إذا سوان ببحنيسا إذا سوان نوريسا المهيرا وذا عرقتان دورك هو يدو قيمها إيا قادرين تأوليه هاي إيا داركيسا نولاش قويسك إيا عرورتو كو ضبط حاد وحوء وهو يدا قابتا أي نجوغنين كم وقتايو أبيالك يدى وحش قتلي وحيسك هردا يوح ميلها جوغا يوح اهتمام بدن بانسين بيت إنا تسيسا وحابو عرورتا إنتا اللي قال السعودة هاي مبجرة ببا كيو يا هاي إنا كقيب قالنا هدي حفلة ذكالة مالها لديك يون تنهين مالها هو بإيمان لها ييني هذا ما فضيت في القرآن كإلهي أين سأقص وجهدين باء وسؤال بدن بالليس ويدين كراء على كل حال وحشرف وين كله هو يذا سكرب تأكتي الميجا القرآن كدمي يي يكديان يبا هو يذا مركب حلنا هاي إلهي يكون نورا ميزان كعمل كأن عمل ميزان كإلهي سبحانه وتعالى عمل كآخره كقدره سيل بالله فعل كات قبنا يسوع إيه دلالك عاد سمعنا سو إن شاء الله تعالى إلهي أدون كان قود كي سواكو قبرا كين دونا آخرنا أجر وين باكو قسوغي المعنى إلهي سبحانه وتعالى وقبرا كين دونا إن شاء الله تعالى وحين وفرنا وحوي قرآن كربك قرآن كريمك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريمك هاي نوشف يا دمانتين إلهي الدرجة إن أقصي سبحانه وتعالى إلهي الدنبقين إن أكون داف إلهي آخر جنة إن أقيه إلهي قرآن كإن نجعل إسيه اللهم عدنا بركة القرآن إله قرآن كبركة سنسي اللهم عدنا هداية القرآن إلهي قرآن كهرون كيسا إن نسيه اللهم عدنا حب القرآن إلهي هاي نسيه قرآن كالقعيل كيسا كاسم بين شرفك إلينا إن شاء الله تعالى إلهي أولاد دينو بركيه إلهي أرد عينوها نوني إلهي أولادنا قرآن كاتعلي سيو سبحانه وتعالى بلغ إلا دماتك وكذبو كو قرآن ككنول كو قرآن كأنول كو قرآن ككدحنول إلهي سبحانه وتعالى أرد أولادنا كذبو قرآن كاسمبا فضل لي سمبا وناغل سمبا دوك اللغو وناغيا سقا اللغو بركوبيا سقا جنة اللغو هليا سقا أرساق اللغو هليا سقا علم اللغو هليا سقى بركة الله وهليا إلهي سبحانه وتعالى كوا كبركوبا إن قدوا رسولك إن صلوات ربي وسلام عليه وعيلي خيركم من تعلم القرآن وعلمه كيدك خير بدني وقفك قرآن كبرتا إهدنا بريا رسولك صلوات ربي وسلام عليه معلمين تا إلهي يكن أجر أسيو إن وصو صاروا بحا قرآن كأخرية قرآن كبرتي حفظي إكد دالي معلمين تدباتوين بهايان وهذا ركتين حافظ عروت مركي نوجوغان صد حرورة أفر حرورة شن حرورة طبعا حرورة سينو لك يدن وهذا ركتين كالعيلين تودا آمسين تودا هقاجين تودا بقول حرورة مركب مال اسمو كانو او انت اسو قريو كالدوان كالي يمدي او بقول طبي عروت كالالوالارك سا معلمك هوشا ايا دباتة عيساتا ومذكران كرنا دمانتي كارهان قفكي دي وحدي معلمه wa garan kara aruur yar marka meel isku keeno oo waliba la rabaa danay wax loo dhigo
أو إمكا قاركود أين ألف وحبل الله دي قرأ سير دي ويكوا سيكسر دشان يكوا لو كان يو فرتو قبنا يا وحوها جاجين يا معك ولا سير قرآن كوا آخر لاين لاقيك وكبين يو إدبين يو هجاجين يو معمول يو كلا علين يو وأرن أدم مهم وي وأرن أجر بدنه كهالي وي وأرن مدنين لو سكور بتاعه ولا دي رجال يو ولا ساعده ولا عاوية بدن ويان مركز والدك واحد أرنا يا خيويك عروتة وين قرانك لسكر بتاعه وين معلك لا شقيه سوم عليك بشقي هدان لا شقي المهايري وحبذا ما برنيو وين قريك لو عاويه وين قريك لو قادق عشر كي شلي لو سودي بي محافظية هيو يسوى حافظا بتجي يا مدرسة مس هل كيو كتاب كرجي ومبكسو قادنا يا وين عرفت على جوار هيو وين ما هذا شقينه إنك يا معلمين تو وين هذا شقينه وين سو ويدينه وين كوار هينه بركا هذا شقين تا والد كي يا معلمك إلا معلمنا والد كي لباده أيو علمونا كواف الحياة إلهي نواف الحياة عروته تاس كواف الحياة ما حبدي قفقة الشرطة قالت هاي ودقاليس وسامح أيو حفي عنه تعلب معلم لقب تو معلمك مدرسة كقول يقولون وسيحة في السنة وسيحة الأجرية هدي عروته حافظه أي دي عروة وين الجيران إن يكال يسكن لذاميه ليلة كوا ويني إن القرآن كعوي حفظان أو حفظيان أو يتلعيان أو إلا عن كبيان سي عروته ووته أرده يرى سوى القرآن كي حفظان تبتنا كي جديد كي لو مريو ساسا في عنو وحكا لما ودركتينو برايفت بالك يا إلماء معلم بقولك الله وقبتها ما تيجي إسكول كمرك الله سمعنا يو and وهذا أكتر قرآن قادين الشرف سينوينو إن شاء الله شرف مجرتو إلهي إنا شرفيه قرآن كوينا شرف سينو وينا كنت يالو هم بيجينا وينا قرآن كقلنا إن شاء الله تعالى وينا قلنا معلم يقتل وحنا لاي إلهي سبحانه وتعالى وحيدين دي بمسؤولية آديات وبودين دي بي كل وددال السينة dadaal keenna sila malaba oo ku dadaala sidii arrintu u soo bixi lahayn ardaydu iyo quraanka xafisan isagoon laahi lahayn oo quraanka tajid ku akhriya oo waliba ugu darteen kutubta sumcan ku sheegay kutubta sirada iyo tajwiidka iyo fiqiga iyo kutubta yar ee mabaadiida islaamka ee bilowga ah in loogu daro ilmi yar isagoo quraanka xafisan aw sida markaa hadan wax ku fahmo ardayda qalin jabisay iyaka waxaan leeyahay quraanka allah ilaawina si wada macallinka ku xidnaada waad jabis waad tagteen una oranina macnaha quraanku waa dhameystay quraanka lama dhameeyo wax dhameyn kara quraanka ma jiro mucjiso weeye waligaa ilaa akhri u baahay in la barto macnihiisa tafasiirtiisa maxaa kula tajwiidkiisa qiraa'adkiisa kutubta iyo maxaa kula tafasiirta in la bartay u baahan tahay marka arday badan waxay sameeyaan mar allee markay quraanka dhameeyaan أيام مدرسة وقد دنبايسا تاسينا صحماها وإن معلقة أي مركز تلجوغانو مسايدك إيمادانو الصبح سكتغيب قالانو القرآن كايسي وذان أيام مركز مهمتة أي إلهي سبحانه وتعالى أي خير كالرجينا إن شاء الله تعالى هذا الخير نقول إليه مرة به إلهي سبحانه وتعالى قرآن كا هاي نوافع إن شاء الله تعالى أولادنا إلهي كرده سبحانه وتعالى قوى قرآن كا هايو أنسي دينين أنيلاوين وعمل فلا وبرتا ووجود الله سبحانه وتعالى ينورده وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاء الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى معنك بيسالك حسنا وقدره إن رب سبحانه وتعالى وانده من السيحة القرآن كي حكا سبتها ونسان وافع كل وقت ورد عي نصوك قوين هذا اللدى وحنو يالي إن الله بارضي أو يكون القرآن آخرية وآخرية و أفنى شيخ يوسف ينصدح فؤاد برا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا to
إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين تعالى ولا لها ميسان حسان قدر هذا هو يرنا وقت لو قبنا أو قد والد أفغال انت قوها لو قبنا صفية حاجي يوسف صفية حاجي يوسف السلام عليكم ورحمة الله ولا لا يا أبي يا أبي يا دمات سنتهين والد كقالق شرف طلي قيمها لي معلن كين وناكسن قيمه قالق الله عرورتي إن شرف تاسو قرسي أسفي عن صوب رأي أولاد أبي أبي يقيم أولي هاي شرف يا عسيبان إلهي ويدين إنا ولا عليا أنا قوش شغان يا أبي أبي معلك يوم هاتسين يا هاي ولا أبي أبي يوم هاتسين يا هاي إلهي بانو بريينا إنا ريتو قاليا إنا غنا قاليو إنكو يا هاي عرورتي إن إلهي شرف يا عسي هاتسين ولا عليا إلهي وانو برينا إلهي وانو برينا إنك أنا قيمي يا شرف عرورتين إلهي نوصي أنا قونا هذا الكسيب بدني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إله سبحانه وتعالى هو يوم هذا الكائن التنمي ساعة ساعة قدرة هذا لو حكوه جسين قيمت أرضي دا عندنا أيضا أرضي دي أنا ناشين آخر دا وأميرة عبد العزيز أميرة عبد العزيز هيا ناس بالقرآن هيا نحفظ القرآن هيا ناس بالقرآن هيا نحفظ القرآن كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب نفتي إذا ينفينا وحمد رضا رمي عبسي إلهي سبحانه وتعالى
إن إلهي كعب صونه الحفلة ده القرآن كا أدبر غفر حسنة وحن غفر حسنة هاي وعرور تيدي صوتت كه القرآن كو وعدد سقوطنا مدوي مركا إخواني حفلة الله قبنا يوم تدخل القرآن كدمي وحفلة هذا قيمة بضن أنا أول أكسن وحلقو ديري قلينا يا أرضي ده لما يسا قبضو يويل اللي إن القرآن كا هيو أركان وحويين إنو يحي وأنا وين يحي ونشدي ده هذا قبضو إنو آخر يسا وذلك سين إن كشي كينا سكتاب كإلهي قيمة يشرفته ليه المهي وحلو توسا يا مركا إنه والد كيس أكتاغو هويو يا أبو يا هبريار يا إدو يا أذير يا أبتي إنه أي مادان كنا ديري قليان أنا تصان كتاب كان وحلاقي إنه نشري كتاب كان وحلا مدي إنه نشري عالم كان إله هو كان إن الله برتو لقول دقمو دري سجا لقاتو وحوي نفر يا لقاتو وحين جرى بنا لقحرو برتو كتاب هو كان حرهان مركل صوري حفلة حرهان مركل صوري أنا واتا وحنا لوجة شيء ده وشيء ده لوجة شيء ده وحويان إن إلهي كرال قلينه كتابك القرآن كعزك يا شرفت يا وناك قولي يا هينا إنك نو وناك ويا لنا مركات كتابك إلهي ترى وانتقيا وانبرنا يا حفلة دي سان كقيب قليا معناها نشيد نتاوي أول با قبرنا وين نشوك تويل كنا وين نشوكين لكن وحنا حمبارين ما انتهى دميا بوح وين كاسين نسوك عيارته وقولي نجا كينا إنك أو إلهي وجود وين سبحانه وتعالى أنت عمرك أنك سوري وأنا أقول رسين لها ويلاشا يا قبلها حتى القرآن كدمي إن يرى تردارنا ولا لا مرت القرآن كهذا وضع ما يسين لكن هذا غوري جمر كله جلي عتبة الله جل جلا غوري بالله جل سو جلا وري غوري كم يدان كريم ده عتبة دي هو سيسة تاعين تيجي بلا واحد هذا القرآن كوا خاتين تل القرآن كوا حدونا يا إن على قول عليه القرآن كوا حدونا يا إن على تصحيحه القرآن كيو حدونا يا صفات يا مخارج وحلا يلعبوا لي هاي وبرتان كتاب كيو حلا هاي معنى يا تفسير لبرتا يلي وحدونا يا لغة عربي جينا تبرت وحدونا يا قرآن كإله إنا تفهمته أو معنى ساتفهمته أو كل غنته قرآن كيو حدونا يا وحى وفر يا النفط هذا إنا تقاضته حقا كينا دواب بنانته حقا دواب أن وحى ويا المركع قرآن كو وهو معني سبلانية وحي سوق القرآن كو حلي قراءات كل دوين أو الله برتو أو إلى الله باتن قراءات يوحك سبدا والنبي هو أخري جري صلى الله وسلم عليه هذا الرواية حفصة لما يسأل رواية حفصة أنا وح بعضم بايدي كهاري بركة إخواني هرتا هو أركينا قرآن كي أنتي اللي دمي هنا فرح لك قاضي يو هل كان قرآن كي كو أكاذي وحلو قاتن ولقي قرقي حتى ميدان قراعين أتودي قرقو لها رتيو هو سيسا تاقن تهين قرآن كي وح بدن بو يدقى سوقيا هرتا تاس واتا طلبات قرآن كو مركو قف دميو دادك كلاوا كدوية وحكا قدوية هاي كراسي أصوصي كراسي وحكا قدوية هاي وحيانها كلام وكلام الله وهذا الكي إلهي هذا الكيلاهينا وحلا مده مشرو هذا الكيلاهينا وحلا مده مشرو مركا وحويان قرآن كما أنت هذا ميسين وين هذا أركتان هذا واد خطنتين هو هذا ميسين واد سكارسيسين لكن وحو باهن يهي عيلين ضمبي وحو باهن يهي سحيد ضمبي وحو باهن يهي خب خارجتي سي صفات كيسي دبلو أيغو وحو باهن يهي دقم بيدي قباهن يهي ويلاش أدانو ريسيو ويلو قرآن كهذا هاد برتين آيات كستول آخر ذا وحبي كفر صا وحنا ويكاري بس ما إلى لسان مركا وحي كفر صا وعونا وهر يا محي توحيد كبا وهر يا إلهي لك لي يا وحكو حيا صلاة دي صلاة عشان توقتي ما إلى لسان شمع مكو إلى لسان ومساج كمكو إلى لسان والد كا أقول لي إحسان إنا وصميسو كفر يا إحسان ما صميسي wuxuu ku faraya macallinka macallinka ku ah ee wax ku bara inaad baar u noqotay baar ma u noqotay haddii intaan midna jirin quraanka maxaa ku dhameystay
هويدا كل كي هو يكتر ما مقشة آب مركو آب كويرا ما مقشة وحصل قرآنك كفرية لدين تلمع ما انتبه قرآنك وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إمسى قرآنك وشرا مركو حويان وحصل دمر وحقرآنك يدك سويا دقنكي أي يدك سويا يرسل لك سنو وحبي يدك سويا دقن جلين أو عمل فل عمل فل أيو يدك سجيا بركة واحد يدك سجيا إن القاضتان ويلا شيرك هيدا كم هذا دليل ثانا إن الكتاب كإلهي يمساجد كإلهي جيسان إن هذا أدوكو كل دقن تطوع جاريسا هذا أدوكو كل شيطان قوته أردن كحيرتي إسوال كدوك تشيده يا أدنى هذا تشيده كور أردن كحيرته القرآن كم حكوا ترى يا وحكوا نقنا يا مدعي إنه كهوري مادو، لكن هذا إلهي كعب صوت القرآن كقرآن هو كود عيدونا، وليش أنت أصلاً كنا فيها قبلها؟ القرآن هو عيد فريا، إن أدوارك نبارة ونقطة صدق وليش أنا صار شجع كله، لكن واحد يقول دريا، القرآن هو عيد فريا حشاد درعة، القرآن هو عيد فريا حجاب واحد لا، حجاب واحد كلا قوان ما هذا، القرآن كأخريا. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى يحيي رسول النبي إله يوم وحد كتراها حاسس كهالقبطه يقبضها هذا شيء يدتك رجع مؤمنين تاع دمر كهالقوان يكوي دلين يكوي تقرب دمر أردن وحد كترها مؤمنين تاع رجع مؤمنين تو هاي دلين وحد كتراها يدنين عليهن شركوغا كسي ديان دوشودا شلباب وحلالا شلبابنا ووحلى اسكو اسطورة او شركة قرية مضى حلقة بلابو الى لغها هوسي قرية تاسا شلباب ليلا وحلو باهي هو حويان انو شركة قرية وكو انو نكو قد قري وفاتفات كايو كابل لاري هاي انو نكاق قابنين ورت حجاب وكا مركا سو ارورينو حجاب كما لغاها يا مركا مانت حجاب كما لغاية طيب القرآن كأدبر وقالنحا والله وحوين القرآن كان هذا الميسان وحيد قربا والد كنا بارهم نقطان مركا إخواني تا انتا سنكو دافيا قبدها حجاب كإلهي نادلال لسان حجاب كوحوين وحمد حلقة بلابو هو سلو سيداي كاس وكا والدد والددي واسكا سوى قابنا يعني والددا والدو كل دمر بيتشوغا عرورت وحي نوغا باهم تا إن حريص بضان waxay u baahan yihiin sidaan ugu dadaalnaas inay cayilaan inay caawo qadin inay subax quruux waayeen inay dhar waayeen inay quruux badnaadaan waa sax wey laakiin intaas oo dhan maxaa ka sii awliisa intaas oo dhan maxaa ka sii fiican sida loo koriyo looga shaqeeyay inaad ilaahay kaliye ku xidho oo ilaahay barto oo ilaahay jecleysiiso oo nabiga cali sallallahu alayhi wasallam jecleysiiso oo diinta islaamka jecleysiiso taas aa muhiim ah تاسو إلهي آخرين ويدينا يا ليتين لين ودين مايو ما حد بوري ويدا ما حد عن توسين ويدا ما حد لبس في عن وسين ويدا لين ودين مايو والدو وحكنا أورن لها عرورتا تطبع وحبرة أما كان عاد هالدكتان أما إسكول هالدكتان أما بريف هذا الدكتان أما قرآن هالدكتان تطبع وحبرة تذكر وحبرة ووالد كوجي وأنا أدو تستو أديك إني كل مديهين أدو قواد شيء الدنيا دي بعد كنتي iyaguna waxay u kordhinayaan maxay aqligoogu bay dhisayaan cilmi bay maxaan lahayn wax u qoon bay u yeelayaan jahilnimay ka saareen aabiyo hooyo u yihiin haddii aad u tusta ka waran marka macallinkii wax barayay haddii waalidow aad u tusto oo intuu wax kugu akhriyo ilmuhu warka ilmaha lama qaato haddu warku u keeno ama jaarkaaga keeno ama macallinkaaga keeno ama meel kale kaaga keeno lama qaado waa la baaraa waa la baaraa inuu sax yahay iyo inuu saxayn هذونا صح هاي سو ميل كقولين مايو دم بيكقولين مايو وهذا إنت على عشون أورن ميسي رالجا هذا ميل ما كدعه إنت أنا إنت سبب دعين أيو إلهي كور رمي وقول ور كان إسكاء فتبينوا إسكاء عداء مركب حوي هذا لكن معلن كلا درتو درتي سقو عيرو أو إنت هتبود قاعدة ترى معلن كيف سود ليا كود أنا حن نقدة المي سو هذا ور كمايو معلن كني إنه عدو يهاي سدو هذا وحبري هذانا معلك أرضينا إكاربا كود عصا إلبا كود عصا معلك واكن نحيا كل كوكو أرك معلك واكن نحيا وقف لجاديس وحصلنا أرضي دوا لغير عليا معلمين تنا ولا غير عليا وحنقول لها وال معلمين تا معلم مركز تود دالسا واصح دال كا يشوه دقا أرضي دا الله ينوك هني إنك اللي نقول آمني وحالي لو حبرة
بريدنا وحاو باهنتا وح بدن مرك وحاو باهنتا صبر يا أتكيسي يا دلقاب سيدي الشيخ يوسف سيدي الشيخ أي أرضي هنكري ويني إنك أوشنت عن هاي سنة ثمان هاي سنة لحد عن هاي سنة جوري نقول دبان أيال أو ما أنت معلمين تصافى سعانا ما يسكون كفسح يا ما قرآن كفسح ياي أرمعلك محيي يقول صافى صحي بل كا كا يا كورنا تبع كوا لكسن يا كوهم بالله يسكون كهنا صور دبنا ما هيو دب تاس وحاو بانت هاي مركز صبر يا أتكيسي والد كنا ينو أركو معلمك مركز دواء بلا آدم وخلدمي كرا أرض جبوا حكود فنكرا كل كوا خلدم وخلد كوا الله صحي وحن لقوما لقوما قبل جدو مركز وحوي يعني إخواني معلمين تو وحن ليد دالة شو تجينا الله بالله تيد صار إنه وحوي يعني نقف كأخلاق دي سينا دادو دستان إلهي نات كحدان قرآن كينات كصحران إنا واحد اللي احكي على كعقبه المها وحبرش ديسا هي عباده ديسا مركب معلمته انت ابوي كود داليا واحنا لنا هاي انا كنت جمعيه دهان جمعيه هدى ومعلمته قران كودن ايا وحي ليهين ميدو معناه وي تشدان قران كسي كورغو قادي لهاي وحيالا دمان واحنا كشقينا معلمك سدا اردده اوغا شقينيو ايانا انكنا واحنا قبنا معلمك كشقينا معلمك قران كسي فيعان مو غرانيا معلنا كنا أرضنا صدوا أولا دقما جمعية تودا تاسة قبطها مركز أنا سكوا يرنا وأنا صينا واحد اللي جب دلا يان طلب بدم بصينا مركز أنا كنا تاسة قبنا مركز وحويان هذا أرض اللي دلا مشروا واحد كسوا جب جبين لها والدو يا معلنو والدو كل كان أرض جا كان تو واحد برا شرع وشاب وحرير قبوا ها قريننا هذا واحد جا ديكر الميرو ديكر قبوا الميرو إلرش قبوا المايرو محان راهي وحوي يعني معان قبا هذا معلك يسكى جيسون أو لضير راء أو خلط سمايو أو المين ديك كوك عكور وحلا جاي بقى المهني دجلايا ومعنا مقل آدم مقل إنه جابيهين كر لو قد العمو يعني هذا معلك هو صن سكى آخر يا قران كيوم مريشو ومقل بوايو ده قران كله حنبو صاق بنايا لكن هذا دوالي لا أشيكتو أو ترى هم حنا راي المان وارد يقول لسي هاي قرب قرآن كم قاضي سفي عنا وأولا رقمي مركا وحوي وارد ذو قريان معلمنا مركا المان لجو كني وحاسو سؤال اسكو ودير دي كرم قبا إلش ملي هاي هذا أول كل فتو إلش كوا ذكع أو هذا هنا وارد كوي راو حنا ذاكو كني كور يا ساس وارد ذو سكي رهانه إسوا دي كرم قبا ما ورانا يا معلم كي بكو كني إسوا أول ب نعشري أو سوء عشري ومعلم كل 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 فتلا إم كوا صوح وقريان وحي هرانا وأنا سنقنا والدهم مركب وحويان وحاصر دن إلهي نجبت باديو معلمتنا إلهي جزاك الله خير والدو واتكسو الدداشين أرضي دعانا إن أنا لسيدين السوق لقو سيدين قرآن كدبها اللي قل عليو فدر سيدة دبها وقل لقنا قرآن كوغا اسكت تصيحيان إن دادك قرقة شوغو حبران محان راهي وحويان معلمك ها عاويان سيدو اوغو دداري شريع صغنا معلمين قرآن أرضي دا قرآن كاوش العيانو ها عاويان إلهي هاي الناس ترو قرآن كنا إلهي نقول قرقانو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معانك آدو مهاسين هاي كلمة دار نعكا ستابا نيسا أرضي دا والدين تا معلمين تا وحكا سوحا كمتكين بدي مرقا وحاري ويران نيسا لأنه وحيب معلمك وقاتي وحان حدو يارينا هل أرضي أوننا وإنه آخر يقبي واجمع علي حسن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن دورتين أن أخي أبقى بك هل يهو يده وآي مالك سن ممرك نوشيك شيخ يوسف وحارده لسود داشا صور راعدا وهو يب مركا وحن جعلي ستي معلم يكونوا يقول التليي إنان صود دياري هو يو هو يو إلا أنت الدنيا دو هباشي هبين كما بحدينو افتين لمهلينو دتكو مهيامين دايا حيغة جوغو سيدا هاد مفولين حدق هاود كالولاتو هوا لغو مقارين خبك لغو مطورين عرق هرار كموغديو روح هاد هغيسا هلين توسن وليجي كهباب ماي هو يوي عدومه هل كيمان تجوغان اديغا وحر سيده انتا دهان دهان بارتيد هانيد كسيسيد هراده ده جخصيسا هبتايبان حسابيو تيرال لغو هلينو مركا آدن هيلو لغا بقو هشيسيو هل يي ديران دشابا هو يي لغو حسوسا
marka aad nin hoolo laga boqo hashiisiyo halyay diiran dhashaaba hooyay lagu xasuustaa marka aad nin hilmada hilin toosan mariyo hub markii la gaadhaba ku labaad hilaabsho taga maatidiiso la higsada dhashaaba hooyay lagu xasuustaa marka aad nin hoogiyo ka hortaga dagaalko dabka hura bakhtiisho xaqa hoos u eego halistiyo colaadaha ku hagoogta dhiigo dadka kala hagaajo kala haga dhashaaba hooyay lagu xasuustaa markaad hoobalcaano sacabkiyo heellada labadaba hagaajo hindisaa farshaxano habdhiciiyo luuqada rabbi hibo ku siiyo hindisaa farshaxano hal abuur dhashaaba hooyay lagu xasuustaa intaas waxay ka hadlaysaa raggii haweenka markay ka hadlayo haweenada inantii ay dhalaysay dumar iyo haweenba nolol lagu haweystaa kuwa lagu hamiyaye sida hawd caleen weyn ragu wada hamuumee ishu halacsanaysaa hablahaaga weeyaan marka guur la haysee gabadh heega dhooro marka guur la haysee gabadh heega dhooro hoobaan la moodo quruxdana ku hodano hire lagu aroosaa hooyay lagu xasuustaa hooyoy la'aanta higaad lama barteeno hooyoy la'aanta hadal lama kareeno waxa lagu hooyoy la'aanta hadal lama kareeno ruux aanad habino kolba aanad heesiyo hoobay ku sabino hawshaada weeye hana qaadi maaye hooyoy taftaada dugsi laga helaayo hooyoy dushaada hurdo lagu gamaayo waxa lagu halmaalaa hooyaababintaade hayin lagu baraadhay gogol lagu qaboobay gogol lama huraanay hiddo lagu arooray intaad hooyo nooshahay hambaliyo salaam baan dusha kaa huwinayaa hanti kaaga dhigayaa habrashiyo haqdhowr baan dusha kaa huwinayaa hooyo dhimashadaaduna hoogayga weeyo weligay hoggaagan ka dul heesayaayo hayigiiyo laabtan kugu haynayaayo hegel baan u xidhayaa inta haad ka duushayo idil habar dugaage ifka hiba ku noolow aakhirana halkii hore maasha allah maasha allah aad u mahadsan yahay dasacuma garacsa maasha allah wada dhah markaas ya marka wax fiican la sheego ma farxaye haddana waxaan u yeedhaynaa gabadh iyadna gabay noo akhrida waa najma axmed idris بسم الله بحنا اولا الحمد لله الهي با محل سو كان كان مدشنا قروخ بدن بحنا كان كسلام يا مرتي شرفت ادك وقيمها بدن لي حفلتنا كسو قيب كشو مر لباتك وحنا كان كسلام يا معلمين سيده او هريه معنا ابو بكر عيسى يوسف احمد وحنا كان كان كسلام يا قبن قابيه حفلته او هريه محمود عبد الحادي waxaan kala halkan ka salaamayaa ardayda madrasada oo leeyahay halka ka sii wada quraanka ayaa ardayda qalinjabisa oo leeyahay hambalyo waa dadaalad mutaysatay magacaygu waa Najma Axmed waxaan ka akhrin doonaa halkan gabayga adoon bismillaah rabbo waxaan ahay adoon islaan muslim oo xamdiya arkaantiyo tiirarkiyo qiroo ashahaada falay rasuul malaka aakhiriyo janiya aaminay cadaab ku caabuday kali ahaan cid iyo soo marin aba ammaanaan kuu sidaa ayaan kaygiyo hadhow umuurana waan rabaa xabaalana waan arkaa wadiyo iil waan hubaa dharaar atishaydu bixi kob iyo arligaan kugui rabow ma aqaan middaas rabow waxaan ahay adoon dhoobiya laga uumay ciid makhluuq eexliya adoon insaan ceebliya adoon adoon kugu yidhi ilaah kalbaan ahay eeda badan qof baan ahay iima sudhan ilowshuhu way astaan ilduufkuna way aqoon ibaa igu taal waswaas ka ulan damacayga falay haddaanadahayn qafuur jaliil dambi dhaafisi abuur baan noqon adoon khasaariya eedaynaa qiyaamuhu waa ayaan dharaar ashtakooyin badan awnimiya ikhtiyaaro guran awlaadana aan la tirin anfaacina aan la tabin hadduu ku lahaa adduun markuu eber taagan yahay dharaar arad baahsan yahay kulayl qorax oomanbaa rabowna ilaynasee cashiga toddobada adoon harkiya idinkaaga hela nakeen rabbiyow agtood rabow jannadaadan udug idhaan sawirkeeda hayn
dhagaad maqalkeed ekayn afkeer baan lagu cabirin waxaa ku dhex nool ambiyo udgoonow nabi muxammed cali iyo abubakar sadiiq ansaartii madiina iyo asxaabtii baan rabaa inaa la jiroon arkee adaa kara yeerabow abaa jahal ha ii dhoweyn af iyo carabiyo qoraal tixiyaarartaan ka dhaho hadday tahay sama adeeg adaa rajo kaa qabaa falliyo ajar kaa filaa ammaan iyo baani hoda adduunkiyo maalka gura cidnaba kama sugo amaa qofkii ooyaan dartaa kulayl olol iyo cadaab jaxiimayl saarahayn rabow iga keen ilmada idaa jaa iyo watiin kolkaana raxmaan akhriyo rabow iga keen ilmada kolkaan eegmada dhulkiyo abuur iyo dheehda buur ciriyo uunkaagan dadan eebow labadii bilay hooyaabihii dhalay siday amba ii korsheen rabow wadna iigu dhowr dharaar weeyaan ifkiye jaliil hay oofsanuun anoon weli gudin abaal asxaantay ii faleen haddaan ambadoon mugdiga kuluma oogli i habeen rabow ii daar ilays iftiin iyo nuur cilmiya haddaan daldalaal adduun ugbaad iyo moodo abid qormada shaydaanku wado qaraabiyo moodo ehel ogaan ma ahee rabow albaabka hanuunku jiro abaar iigu soo haday talkayga ikhlaas ku dayr caqiidiyo diinkoow rabow iga dhowr ibliis ishiyo ruuxiyo shakulo maasha allah maasha allah tabaarak allah aad bay walaalo mahadsan tahay kolley xafladdaan soo gagabeynaynaa inoo wada dejinaynaa waqtigiina waqti dambo noqday waxaan ka codsaynaa dadka dambe hadhay inay hore soo gaagaabiyaan waxaanu yeedhayaa walaal isaguna hadla waa cabdirashiid warsame cabdillaahi falatafadal mashkuura bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay bay mahad u sugnaatay horeysiyo dambaysaba suurto geliyey madashan xafladdan qurxoon saaka subaxa kheyr kale ka soo qayb galnay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin intaa kadib waxaan salaamayaa maamulka madrasada sheekh abubakar marti sharafta waalidiinta dhammaan ardayda halkan ku sugan inta qalijibisay iyo inta kaleba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu after salaan salaan kadib goor gaaban hadalkeed gaaban anaa hadlay looma hadlo waa la soo hadlay maanta hadal waa la soo dhameeyey waqtiguna uu iska gaaban yahay only waxaan keliyan odhan karaa uun waxaan hambalyo u dirayaa ardayda qalinjabisay wax la qalinjabiyo sheegii ugu qiimaha badnaa ugu qaayaha badnaa qur-aanka kariimka qowlkii ilaahay wax la bartan isaga ugu fiican waxaan leeyahay hambalyo kun iyo kow jeer halkaa kaga sii wada hadeynina qur-aanka kariimka qur-aanku baa leeyahy waa shimbir baad kala qabto haddaad sii dayso maba soo qabanaysid ba markaa maanta haddaad tidhahdo waan dhameeyo waan iska daynayaa oo suuqa gasho wallaahi inaada xabad xusuusanayn anigaygana tusaale haddaan soo qaato waxaan qalinjabiyey anoo yar waxaan ahaa malaha 21 jir waan iska daayay qur-aankii maan akhriyin waan ilaaway wallaahi markaan qoomeeyaa dib baan u muraajiceeyaa markaas waxaan mahad celinayaa oo mahad mudan macalimiinta oo la dadaalaya iyo waalidiinta hooyaa bale u halgamaya caruurtooda siday meel fiican u gaari dhahaayeen waxaan leeyahay hambalya bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waad salaamantihiin waalidiinta ardayda culimada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ugu hambalyeynayaa 19 arday qur-aanka soo dhamaysay waxaan kula dardaarmayaa walaalaha qur-aanka dhameeyey in aanay dhinacaas ayna ku deynin laakiinse qur-aanka ay halkaa kasii wadaan hadday dhameeyeen xifdi iyo waxba harsan tafsiir iyo qiraa'aadki inay bartaan waalidka ardayda qur-aanka dhamaysayna waxaan kula dardaarmayaa inay la sii dadaalaan oo dadaalkii markii hore ay ku wadeen ayna ugu joojin maxaa yeelenay waa qur-aanka mar hadday dhameeyeen waxba uma ahayn inay saas yidhaahaan maaha laakiin waxa weeye waxaa looga baahan yahay waalidkii sidii markii hore ula dadaalayay inuu dadaalkii la sii wado oo qur-aanka ay ardaydaas sii wadaan ardayda kale ee jawaa'istaga uguna qaadan doona inta aan qaadan ma ahin arday aan wax diyaarin jirin laakiinse way yar kala bibicisireeyeen
دبعصرين تمام بالوسي مركا أرضي الدماء وين ولا الدلالان وين الدلال بريه مركا ما أنتوا حلو بعدين أرضي داس جوايز تقالن إسا يخواس القرآن كدمي هديدي والد كنين قطن بيسو يجونا يقطن الجرام هدي هلكن لجسي جوايز أرضي دا حي كارنا صار جري ده جسدي والد كنور دم تهيج يجونا من جسد كرايسيان سو أرضي الدلال إسا أصيبه أنت أنا كل هذا لها يوم وقت كذا القرآن كهاي برهنا يعني إن وقت كذا أصلنا لو إيراشو أو وقت كذا برهنا يعني أن واحد كنا لقى صدق قريب تصارعها سد أرضي لذي قريب كذا برد قتا هدينا إيراهو ده في هذا كان عصر خينا في سد كله تجان واحد وقف في عن سو وقت كذا أرضي لذا مشتا سو محدين عشر في عن قاتو قرآن معه كتب يقول كتير ترى برد قيا marka intaas bay ila kula dadaalo waalidku kula dadaalo ayaa looga baahiyay ardaydu inay dadaalaan baa loo baahiyay kutubta inay dhigtaan baa loo baahiyay intaas ma kula dardaarmaya ardayda waxaan kor u sheegayaa banantii naga dhaxeysay markii madrasada joogay banan waxa naga dhaxeysay ahayd in marka aynu hoolka aynu tagno intay xafladu socoto aynu is ixtiraamno oo is dhageysto banantii ayaa naga bixin baa leeyahay ardayda wali ku warna cad ma fariyay بنام بينك ده حسيه، بنام تين سديها لو يلاشوا حفلة دي وقت خوان بينا حسن، بقى إن شاء الله إنت أنا قسم مرة ماشوا ير عريري، لكن هو قسم رنا بيلا رام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدب ما سني ولا لكم، أنا كأقيم هلا وين هلا ما أنتود. كل حفلة دوا قبل جبو، لأن وقت وارد عي وقت دمنا عدوا خليل وليت قارب دقدقة أيام. كل واسك جوجو حسوا جوينا. أرديدا قرآن كذا ميسي، لبا أرديدا أو كميدا، أيام القرآن ناقريا، إنسان آخرين كور، هل قبي، أنسو تشيدين أيام، خوا قرآن كذا مي، كل ليد ده ضم بقبي، وكل أرديدا قبي آخر ده في عينه قاعد معي، ناس كرد أيام عمل فطيره، أكرم بقوم من أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار لله قلوبهم لتصير من عرس الهدى بستانا سرعت حروف النور بين شفائهم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجود قوم ثبت الأركان وحنو يرنا الأخ الطالب محمد أحمد فليتفضل مشكورا محمد أحمد محمد فليتفضل مشكورا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين العظيم الصدق رسول الكريم وحقوح جزينا جمعالة إبراهيم رابلة جمعالة إبراهيم رابلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مبين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وحي حد لأيي وحي القرآن وحي أنشيد وحي ونور دمالي لفلدقي وقتنا وقت الدمبين وحسب بلاينا توزيع الشهادات يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المرتقى ويفك عن نفسي أشد قيود يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المتجويد يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المرتقى ويفك عن نفسي أشد قيود اقرأ لتفهم